سألنا عزيز، حنا نبي نسمع سالفة لبنانية من سياف الحارثي. الله النبي يا ابوي، اللهم صل على محمد. لك تقبر عدامي. نبغى توصف لنا طبخة المرقوق باللبناني. لك امبارح رحت عند رفيقي في الضيعة. اللبناني كذا صح؟ في الضيعة عزمني على العشاء. سوالي مرقوق. مرقوق يسوي يفرد العينة. العينه ابو علي على طول تصحيح تكفى. حاضر. العينه شو العينه؟ عينه. هذه العينه. هذه العينه. كبه. قال لي بدك كبه، قلت بدي مرقوق. 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 والعينه؟ اصبر المرقوق شويه. افتح الجدر. طيب وش بعد باللبناني؟ قال لي في كبه لبنيه وكبه مشويه. قلت له المشوية ايه؟ قال نقلبها على النار. انا اقول الله يسامح اللي طلبني هالطلب. والله اني والله العظيم الله يسامحك. انا قلت انه متقن جيد للهجة، ولكن الحمد لله على كل حال. طبعا يا شباب ترى باقي 5 دقائق.